مساكم الله بالخير يا وجوه الخير في رمضان الخير، حياكم الله واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجكم ليالي دجله. مساك الله بالخير داليا. اهلا بك احمد حياتي. هلا ومية هلا بكل المشاهدين وين ما يشوفونا بالعراق وخارج العراق عبر شاشة الرشيد ومن خلال ليالي دجلة، ومع هالأجواء الحلوة الرمضانية إن شاء الله رمضان المحبة والخير عليكم. نرحب بأحلى ضيوف مروا بتاريخ السينما والدراما العراقية، بداية بالنجمة الكبيرة القديرة الغنية عن التعريف الست هناء محمد. شكرا. رمضان مبارك عليك سيدتي. وعليكم يا حبيبة قلبي، شكرا. كل سنة وانتم بخير وكل عام وانتم طيبين، وان شاء الله تعم الفرحة والصحة والأمن والأمان كل العراق وكل الدنيا الإسلامية يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رمضان كريم عليك. شكرا استاذ. واكيد نرحب بالاستاذ القدير والكبير والرائع والمميز فنان رائد من الرواد من رواد الفن العراقي الاستاذ محمد حسين عبد الرحيم. حياك الله ورمضان كريم عليك. الله يحييكم ويحيي أبناء شعب العراق الكريم، ورمضان كريم على هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المحب للحياة، فلأننا صناع الحياة فتحية لكل من يصنع الحياة، ورمضان كريم على كل عراقي يمشي في أي بقعة من بقاع العالم. أقول لك كل عام وانت بخير. الله ولا تكون ست هناء، لكن أنت بأي مكان تكون موجود تبعث الفرح والسرور والطاقة الإيجابية والحياة، فهنيئا إلنا بيك وهنيئا لأن أنت اليوم ويانا. حبيبي تسلم استاذ احمد. الله يسلمك حبيبي، فرحانين جدا. انا اصريت ان يكون وياي استاذ محمد والله. اليوم بالامانه انا سعيد. أيوة والله. سعيد انه نستعيد ذكريات. أيوة. من اجمل الذكريات. أيوة. والله. ابو نائل وام نائل. ايام الخطوبه. ايام الخطوبه أيام بعد اجازه. أيوة. ايام اجازه الجزء الثاني. وبعد اشتغلنا استاذ كثير، اشتغلنا حتى سهرات. هي أيوة. ايام الخطوبه. أيوة. ما اخذت نصيبها، ما اخذت حقها، بس كانت من واحده من اجمل الاعمال. ايضا 30 حلقه. حلوه لازم اشوفها. أيوة. عمل جميل جدا وبي مفارقات، يعني الكوميديا كانت اكثر اعتقد من ايام الاجازه، لانه خطيب وخطيبه كنا مخطوبين وحركات وشغلات وافيهات عجيبه غريبه. انا استاذ محمد ايام الخطوبه يمكن ما انعرضت مره واحده مو بس وتبعثرت بسبب ظروف يعني ظروف البلد. بس لله الحمد اتذكر قناه فنون اللي كان صاحبها الرائد والمدرسة الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، عرضوا 8 حلقات. يبدو أنه بس عندهم 8 حلقات، أما البقية ما نعرف وين راحت. بعثرت. زين خلونا نستذكر سوية إحنا وأنتو حضراتكم والمشاهدين ويا هالشاشة وهالمقطع هذا الحلو. ما راضية. أنت تذكروا هذا المشهد؟ اي مسلسل جميل جدا، يعني هذا المسلسل لا يمكن ان ينسى. وشوف الجهد الكبير اللي كان يبذل بهذا المسلسل وبقيه المسلسلات، انه يمكن اذا ساعدني ست هناء انه 90% اذا مو اكثر استوديو داخلي. اي داخلي. اي داخل الاستوديو ديكورات. كان استوديو 800. اي 800 اي بالضبط. وهذا ابني الحقيقي هذا حسام. ما شاء الله. اللي الان هو اقول له دنك حتى ابوسك. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعنده ولد اسمه ادم. ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. يقولون اهل قبل ما اغلى من الظنة الا ظنى الظنى. اي طبعا طبعا. هذه تجسدت هذه العالة. طبعا طبعا. اليوم ما دام هذا المشهد اليوم
اللي الرجال الكادح يشد ويروح يجيب المسواق، وام البيت لو ما ترضى على المسواق، لو شنو هالمسواق هذا، لو شنو هاللحم الموزين هذا. هذا اليوم موجود بمجتمعاتنا العراقيه. اي حتى ايضا نبعث رساله اليوم من خلالكم انه امهات البيوت شويه هلا هلا بالرجال المسواق اللي يجيبه، مو مثل ما تريدين دائما، ومرات يلقى الشغله اللي موجوده على السريع ويجيبها. هاي اذا الرجال يسوق، بس اذا المرة تسوق لا. يعني تعرف شو تجيب، تعرف شو تجيب. يعني انا طول عمري انا اطلع اسوق، سواء يعني كان موجود الزوج او غير موجود، اروح اسوق وينطوني بصراحه، ينطوني البضاعه زينه، والان الخير موجود بكل شيء. غير تستنى محمد طبعا. لا والله البضاعه زينه. مرات ما يخلوني القط. ها حلو. زين خلينا نحكي، بما انه احنا باجواء رمضان اليوم، ايش طبختي؟ والله اليوم كانت المائده عامره، حتى أيوة. اختي كلمتها قالت لي ايش دعوه هنا انت نفر واحد؟ قلت لها انا تدرين بي عيني تاكل سواء كنت صايمه او ما صايمه، بس انا صايمه الحمد لله. الحمد لله. اي سويت بورق جبن وسويت ابو خريزه هذا اللي يسموه زوري، اشتهيته. بالعافيه. الله يعافيك. وعندي مرقه فاصوليه ومرقه بوتيتا تشريب لحم وتمن ابيض وتمن باقله. احنا نقول مبور حلقات، انت تبورون اكلات؟ هاي مبورين اكلات الظاهر. والله ما اكلت غير نتفه اكلت شويه، لان انا اساسا اكلي قليل طبيعتي، طبعا سحور ما اسحر نهائيا. قالت لي هنا انت نفر واحد، قلت لها لك الطاوله انترست، اكلت شويه ابو خريزه اللي هو سمك. اي يعني زوري. زوري، زين، واكلت بقطعتين بورق وقمت الحمد لله والشكر، قلت لها كله بقى لانه عندي لقاء لازم اكمل واروح، فتركته كله على الطاوله. بالعافيه. رمضان كريم. كريم. والله هو خير. يعني تسوي اكله تنترس الطاوله، يا رب ايش قد عظيم انت يا. ضروري تسحرين لان بالسحور بركه، حتى لو على نيه السحور. لا اشرب مي، يمكن اكل لي قطعه موزه صغيره او تفاحه، لان اني بصراحه والله شاهد اختم قران ايش قد ما اقدر برمضان. الحمد لله. ان شاء الله مقبوله واصله للجميع ان شاء الله. روح الاستاذ محمد. اي طبعا. الفطوره اليوم وبعدين نحكي بالسحور. انا لله الحمد اولادي حواليا يعني مو بعيدين عني. الحمد لله. فيجون يفطرون يمي ويسحرون يمي. حلو. فلله الحمد مثل ما تفضلت. سفره دائمه ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظكم ان شاء الله. الحمد لله. فالسفره عابره ان شاء الله يعني. وهاي اذا يعني كثرت نقول الشركات المساهمه بالفطور فاكيد راح يعني تنوع وتصير منوعه. سفره عامره ان شاء الله. منوعه. يسلمك يا فضلك. ان شاء الله. طبعا انا استذكر ولو تحكي انت احمد، احنا اليوم ناويين انا واحمد، انت قدمت برنامج اسمه وراك وراك. الله. فاليوم احنا وراك وراك بالاسئله. حاضر الزمن طويل. اي وراك وراك. اي من البرامج الجميله اللي تركت اثر في نفسي وعند المشاهدين ايضا تركت اثر، لان كنا نبحث عن العوائل المتعففه والانسان اللي عنده مشكله مستعصيه، وكنا ناخذه بسياره القناة اللي قناة السومرية، تحياتي لكل العاملين بها، ونذهب نروح نحل يعني 90% اكثر من 90% لم 97% حلينا مشاكل الناس. الحمد لله. اي الحمد لله. لكن بعدين توقف البرنامج. جاهزين نحكي بالدراما؟ حاضرين. والله. من وين نبلش؟ ابدا من حيث شئت. في البداية من الحاضر اللي يعني مفرح من جانب ومن جانب آخر قد يكون محزن ومؤلم. اليوم عندنا يعني أسماء كنا ننتظرها بالشاشة، أسماء كنا نتمنى نشوفها بالشاشة، لكن للأسف ما أعرف شنو الدستور بالعمل الدرامي اليوم اللي من خلال المنتجين أو المخرجين أو القنوات الفضائية يعملون من خلاله. أول شيء نبلش بالأستاذ محمد حسين عبد الرحيم. نعم. يعني هل أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. وإن شاء الله أجر وعافية. الله يسلمك. دائما بأتم الصحة. يعني أجريت أكثر من عملية بأكثر من بلد الفترة الأخيرة، يعني هاي أثرت على وجودك بالشاشة العراقية؟ أكيد أكيد أثرت. السفرة الأولى بالهند كان عندي سقوط قدم، يعني الصفر رحت أمشي، فحقنوني بالظهر 6 أوبر، قالوا هاي يعني راح تستمر، وجع الظهر انتهى يعني ما انسى بعد. وإذا بي نكتشف والأطباء هنا ببغداد اكتشفوا أنه هذا مسكن لمدة 8 أشهر، فرجع لي الألم أكثر من الأول.
السفرة الثانية، السفرة الأولى بال 21 2021، السفرة الثانية 22 سافرت إلى تركيا، أجروا لي كملوا لي العملية، أنا بالأن سوي لي نص عملية. شنو الأسباب ما أعرف، وما أريد أتطرق وأجيب أسماء يعني خليها في وقتها. فكانت عملية يعني شبه فاشلة يعني، كملوا ليها بتركيا وقالوا لي أكو أخطاء طبية صايرة، وهذا اللي منعني أنه العام اشتغلت أو مثلت مع أخي الحبيب أستاذ أياد راضي، كل الحب والتقدير إليه. وكانت حلقة من مامات وطن إخراج الفنان الشاب المبدع سامر حكمت، الله يحفظهم جميعا إن شاء الله، وكل المخرجين والمؤلفين والممثلين من هذا المكان أقول لهم كل عام أنتم بخير أحبائي أصدقائي خواتي، يبارك بكم. بذلت جهد العام وأول عام والسنة إنتاج ما شاء الله. سعيد جدا 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 أنه هناك عنصر نسوي، كنا نتوقع وتأيدني ست هنا أنه طبعاً. يجي يوم يمكن ما نلقى يعني وجه نسائي، لأنه تدري الجيل السابق حكم العمر نكبر، فلكن لله الحمد الجيل السابق موجود ودماء جديدة موجودة تبشر بكل خير. فاللي منعني أو حال أنه أعمل بالسنة أو العام أنه الوعكة الصحية اللي أنا بيها يعني، ولا زلت يعني أعاني من هاي الوعكة الصحية إن شاء الله ما بي كل العافية. الله يعافيك حبيبي. يعني لو كنت أنا صاحب قرار هيك اختار لك دور وانت قاعد بمكانك، بس على شنو الدور؟ عرفت شنو الدور مثلا؟ الدور اللي يناسبه واللي ما يرهقه ولا يجهده، بس بمجرد وجودك بالشاشه هو هذا اكبر مكسب للدراما العراقيه وللعائله العراقيه. هو استاذ سامر، اقول لك يا دوري يلوق له نرجع للزمان بالخيط والعصفور يقعد عدت ايه يا بالقاضي يا سلام. خيط العصفور كان خروج على النص مو طبيعي. كيفكم؟ لا مو بكيفنا، لا 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 يعني ضمن الحدث، ضمن الحدث. وصدقني صدقني من يحترف خروج على النص انا اعتقدها يعني اجزم انه هي حرفه. اي نعم. هي شجاعه ممثل وتفهم مخرج ايضا. نعم. بالضبط. حرفه ليش اسميها حرفه؟ لانه المحترف بالخروج على النص يقيس او يضع الجمله في مكانها، سرعه البديهه. بالضبط. يعني هي انه احنا او من يخرجون على النص وهم كثر يدرسون الحاله وتجيهم الجملة المضافة في لحظتها يعني ما محضرة، هو هذا حالات الخروج عن النص. اي لكن في مسرحية صايرة ودايرة المخرج مقداد مسلم الله يعطيه الصحة والعافية، وكل عام وانت بخير استاذ مقداد ابو مهيمن العزيز. سافرت للموصل تمرنت على الفصل الاول فقط صايرة ودايرة، فجاني الاستاذ سامي قفطان، كل الحب لهذا الصديق الوفي المخلص اسميه اخو خيته، انا دائما اسميه الاستاذ سامي قفطان اخو خيته. جاني للبيت الساعه يمكن 12 بالليل، قال لي بطل المسرحيه الف حكايه حكايه بسوق عقاب، ممثلين لبنانيين نضال اشقر وممثلين عرب سوريين من جملتهم نجوم عراقيين كبار. قلت له خير؟ قال راح بطل المسرحيه ومخرج المسرحيه راح يسافر للمغرب بشغل ضروري طلبت الحكومه المغربيه لاعداد اخراج العيد الوطني المغربي. قلت له هبت المسرحيه نجي الجحا. قال ما اعرف. ثاني يوم رحت بيتهم شايل القنفات وقعدنا نتمرن ودخلت. صدق لا صايره ولا دايره. دخلت ولله الحمد يعني انا الله يرحمه عمان ورسام على اثرها تمرض يعني، لانه بالبدايه بالفصحى هي بالبدايه مو يعني اريد امدح بنفسي، لا والله من هم احياء يشهدون بهذا. لا تحتاج من يثني عليك ولا تحتاج انه احد يثني عليك. سامي يشهد واخرين يشهدون انه ضفت بس جمله واحده ست نضال اشقر تقول اعطي قبله لمن يشتهيها، قلت لهم طينا بوسه فضيها. بس هاي الجملة يعني ما متوقع انه يعني بالشارع تنتشر بشكل مو طبيعي. فرحنا للموصل زين، الفصل الثاني انا ما متمرن عليه. فاستاذ مقداد قال لي راح الفصل الثاني هي محكمة
يعني ميز كبير، طاولة المحكمة طويلة، قعد لي تحت الطاولة وأنا القاضي قاعد. فعندي فكرة أنه أستجوب فلان وفلان وفلان، قمت أخرج عن النص، كل ساعة يقرصني، أخرج عن النص يقرصني، عن النص عن النص، قلت له يا نص هذا خلينا نجم عادل إمام يعني أيضا نوجه له تحية. يمكن أغلب النجوم الكوميديان اللي يمتلكون الموهبة هم ارتجاليين. مثل ما قال الأستاذ محمد، هي حرفة وسرعة البديهة، من الذكاء أنه أنت تطلعين تخرجين عن النص وتضيفين هاي الإفيهات وترجعين نفس المضمون حتى تسلمين الممثل المقابلتش، لأن حتى لا تربكي. حرفة قلت حرفة 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 هذه يعني حرفة. الطلعة من النص موضوع والرجعة للنص هم موضوع، يعني لازم هم ترجع شيء متصل بشيء في صلب الموضوع. في صلب الموضوع صح. صح. يعني مو نسولف على العائلة يقمز يروح يسولف على الباذنجان. ايه ما انا اتوقع انك انت ملتزمه بالنص، لا يمنى ولا يسرى. لا النص. هم مرات هم لا 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 ست هلا ما شاء الله اشتغلنا بايام الاجازه. واحد يرفع والثاني يكبس على طاري ايام الاجازه، خلي شويه نسوي ميكس بين ايام الاجازه الجزء الاول والثاني. الاول والجزء الثاني، يعني حققت بايام الاجازه المراد في الجزء الثاني؟ شوف للامانه تبقى كل عمل إلى نكهته وإلى جمهوره وإلى زمنه، هذا موضوع منطقي جدا. وللأمانة أقول لك المخرج الفنان المبدع علي فاضل تعب كثير بالعمل، تحية كبيرة للفنان الراقي. كل عام وكل رمضان هو بألف خير، تعب ويانا، إنتاج ممتاز، مدارات، أجور ممتازة، إنتاج ضخم، كان ديكورات هائلة كانت تختلف عن ديكورات الجزء الأول. لكن يبقى ها يضاف إلى هذا أنه كان معانا شباب اللي هم ولاية بطيخ، زمن بعيد بيننا وبينهم صح. بس احنا اندمجنا، يطلعون اولادنا أولادنا. وحاولنا انه نكون احنا مع بعض، يعني كاركترات منسجمه مع بعضها. لكن يبقى هذا الى جمهوره وهذا الى جمهوره. لكن هم قالوا الجزء الاول كان الى غير طعم، يمكن لان اول مره ينعرض العمل، يمكن لان كنا بس اني والاستاذ محمد. اسف المقاطعه، هو اول مسلسل عراقي 30 حلقه ايام الاجازه. ايام الاجازه يمكن لان احنا 30 حلقه اول مسلسل عراقي. اول مسلسل عراقي كنا نفس الكاركترات انا والاستاذ محمد. بدليل لما نتوزع العمل مالت الجزء الاول، جيت على الاستاذ محمد، قعدنا انا وياه اجتماع، يمكن هو ما يتذكر، قلت له استاذ محمد انت ممثل رائع بالكوميديا. الله يسلمك. والله قلت له استاذ، كان 30 سنه طيب ولا اكثر؟ صار اكثر. قلت له استاذ اضيف كلمه تطلع عن النص، اضيف 10 كلمات. كنت امرأة متسلطة، زوجة متسلطة. لا يعني تعاوننا بالكوميديا صح. فكان كلش حنون ورائع ومنسجم وياي، ومو قدامه أنا شهادتي مجروحة بالأستاذ محمد كفنان كوميدي رقم واحد. الله يسلمك. أي والله. فأني هم كنت أضيف، لا أنا مو هينة. المؤلف شوف مؤلفي قبل يعني اللي رحل رحمة الله عليه سيد عبد الباري العبودي، ما يسمع أحد يضيف، ما يسمحون قبل الضيف يعني. اي ما يقبلون. خاصه بالدراما التلفزيونيه. مسرح ممكن انه يعني في لحظتها واقع حال. فانطانا الضوء الاخضر. انا وستانا انطانا الضوء الاخضر يعني، وكان يعني رحمه الله عليه ياخذني على جنب يقول لي ايش عندك بعد اضافات؟ قلت له اخاف المخرج. قال لا خذ راحتك. كذلك ستانا. يعني الجزء متعاوني. الجزء الثاني استاذي احيي الاستاذ علي فاضل ألفتح. يعني مثل ما تفضلت ستنا ما بخل قيد أنملة بالإنتاج، يعني ما بالغ لك إذا أقول إنه لو العمل يحتاج لبن العصفور كان حضر لبن العصفور وأغدق على الإنتاج بشكل مو طبيعي. دلعنا بالضبط. الشباب ولاية بطيخ رائعين جدا، ملتزمين جدا، فكانت خلية نحل تعمل بشكل ناس تحب ناس، وماكو هذا ال شو نسميه يعني التنافس يعني شوي بعض السلبي. لا أبدا، كله إيجابي، كله إيجابي. ومثل ما تفضلت ستنا أنه لكل عمل إلى وقته زمانه ومكانه. هذا لكل عمل إلى وقته وزمانه اكتشفتوه بعد ان صدر العمل؟ نعم. لو من قبلها؟ لا لا انا اكتشفته بعد ما طلع العمل. شنو كنت تتوقعين للعمل؟ الافعال شنو كنت تتوقعين؟ العمل نجح
بلا نقاش، بس احنا نحكي عن قيمة ايام الاجازة الاول وقيمة ايام الاجازة الثاني. ما كنت اتوقع اي شيء صراحة، بس صار واقع حالي لما نعرض العمل وتلقينا ردود الافعال. انا شخصيا تلقيت ردود الافعال وقمت بتحيرة، أنا بهذا العمل وبذاك العمل، وأستاذ محمد بذاك العمل وبهذا العمل، شو دافع عن ذاك العمل لو عن هذا العمل؟ فنفس الرأي اللي الآن طرحته على حضراتكم، قلته ياب هناك إلى جمهوره وهنا إلى جمهوره وهنا أجيال، وبالماضي كان كنا إحنا جيل غير نختلف عن الجيل الآخر. استوديو هذا خارجي الجزء الثاني كله خارجي، لكن هو كان ممتاز للأمانة. وذكي جدا ومبدع جدا يعني الاخ علي فاضل، واني اقدم له التحيه والتهاني برمضان المبارك. يستاهل، ذكرت ثلاث مرات اربع مرات احنا ما كنا نتوقع على الصعيد الفني وعلى الصعيد الشخصي. اي والله ما كنا نتوقع، انه كنا نحلم انا وستانا، وكانت تقول لي معقول يجي يوم ويمثل جزء ثاني، فهي الامنيه تحققت الحمد لله. الحمد لله. خلوا نروح فاصل. الحمد لله. نروح فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لكم، خليكم ويانا. ورجعنا بعد هالليلة الحلوة اللي خلينا نشكر شاشة الرشيد اليوم جمعتنا بهالضيوف الحلوين العزيزين على قلبنا. طبعا أريد أروح بسؤال لأستاذ محمد حسين عبد الرحيم، شلون ذاكرتك زينة؟ والله يمكن أقول نص بنص، يعني مذكوبة، خلي الذاكرة مذكوبة يعني 70%، يعني خلينا نقول النص اللي اتذكره بلكي سؤالك بالنص اللي ايوه اي بلكي الله. اريد اسالك، تتذكر لي اول اجر اخذته من عمل شقد كان؟ هذا بالنص ال هذا النص النص الاخير النص الثاني. اتذكر فيلم عمارة 13 1500 دينار، احدهم قال لي شلون تقبل؟ اي شلون تقبل 1500؟ ليش هيك سويت بينا؟ قلت له يا بشي القضيه هذا؟ انا بلاش امثل فيلم. هو حتى اهل المصعد دمرتهم. اي دمر المصعد. قريت النص، نص جميل يعني، ولحد الان على اليوتيوب الناس تشوفه. يعني قيمته فنيه اكثر ما هي ماديه. بالضبط، قلت له مثل بلاش، واذا اكتشف هو ويانا بالعمل ماخذ 500 دينار. قلت له ليش 500؟ شلون تقبل 500؟ زين على 1500. ست هناء، انت تتذكرين اول اجر اخذتيه؟ شوفي اني بديت طفله، يعني طفله اشتغل كنت بلاش يعني بالخمس سنوات عمري. لا تساليها على الفلوس وش اسمه او الفلوس بصراحه. لا لا بس انا بس اني من حقي اني بس ارد اقول شغله، انه دائما يبخس حق الفنان العراقي. صح. مو استاذ محمد. صح. دائما يبخس، بس احنا من النوع اللي نخجل. اني اول شيء ادور على الشخصيه اقراها كذا مره، شخصيتي إذا كانت هل قدوتها أو هل كبرها بيها عمق تأثير، أترك بصمة أطور نفسي من خلالها، هو هذا شرطي الأساسي، هذا اللي خليني أقبل أو أرفض. ما بعدين يجي الأجر،
الأجر كثير أنا مرات أتنازل عنه لأجل الدور اللي أعطي لي، ثقي بالله. يعني أهم شيء عندي الشخصية، ولهذا يعني ما أقول هم الإنسان صح مرات ينطلق من مصدر ثقته بنفسه، بس ما أقول أنا وأني، بس الناس تشهد لي والجمهور أنه كل أدواري محسوبة، محسوبة بحساب. يعني كل أدواري كوميديا، تراجيديا، مخبلة، عاقلة، معقدة، عندها إحباطات بالحب الجمال، ريفية، لغة عربية فصحى. هذه الأدوار اللي أنا أحب التنوع بالأدوار، يبقى الأمور المادية بعدين تجي. لكن ممكن أقول لك مثلاً أنا لأن بديت وأنا صغيرة، يعني أتذكر مثلاً تأسيس إذاعة صوت الجماهير اللي هي بعام 70، أنا بديت طبعاً قبل 70، قبل عام 70. أتذكر يمكن كان راتبي 15 دينار. نفس الراتب. نفس الراتب. أي والله. من باق. يا والله من باق. 15 دينار. أول راتب هذا؟ أول راتب من باق. أول راتب واحد هيك يسوي عليه. شو أقول لك؟ قبل آسف المقاطعة. قبل السيارات هاي يسموها التاونس اللي تشبه الكياسة. فالعالم هالشكل، الرجال اللي حصل له مقعد. فبين هالناس ما حد يعرفني بالإذاعة توني استلم أول راتب. فوصلت للبيت فرحان انه هذا، مديت ايدي هالشكل قعدت على الرصيف دمعا. هذا غير حرامي محترف. اي ما ادري راح هذا. نستذكر وياك فد مقطع كلش حلو، ومن بعدها احمد نشوف ايش راح يسالك ورا هذا المقطع. حبيبي حبيبي. الله ايام الشباب. لا تعطوك مستعجلين، لا تعطوك بس يهمني اطمئن على سياره اروح اقفقف اخفهم واجي. يلا 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 روح اضغط على كيفك. اريد نختصرها بنسالك عن فنان بهجة الجبوري. هرم، هرم من أهرامات الفن العراقي. مشتاقي له جدا جدا قد ما تتصور، وسعيد وتشرفت انه عملت في مسرحيات اطراف المدينه الجزء الثاني اللي ما تصور مع هذا الهرم الكبير. يعني يعجز اللسان عن وصف اخلاق هذا الرجل، التزام هذا الرجل، محبه هذا الرجل لبقيه زملائه الشباب وايضا اللي من جيله. يعني يعجز اللسان. متواصل وياه استاذ محمد؟ اي متواصل. اي زين، اكو بوادر او امل عوده؟ نتمنى يعني نشوفه ببغداد. نتمنى نحتفي به. نتمنى يعني نشوفه يمشي بشوارع بغداد. نتمنى والله، امنيتي اقبل ايده. الله يسلمك. اي والله الله يسلمك. تواضعك اكيد. وهذا المشهد استاذ جمال عبد الجاسم قال لي هذا الدور اي واحد يؤديه. والله قبل التصوير، وحي يرزق استاذ جمال عبد الجاسم، كل الحب له وكل عام وانت بخير استاذ جمال. قال لي ما اعرف، ما اريد تفاجئني. فجيت قلت له عندي قبل التصوير بنص ساعه هذا الكاركتر اجى ببالي، ولا ما يعني شهر النص عندي ما اعرف شلون امثله. فعلا الدور كلش بسيط. فقلت له، قال لي ما اعرف فاجئني. اول مشهد اباوع المصورين ما موجودين، الاستاذ جمال طالع، شو القضيه؟ بس وحدي. ومثلت مشهد هم ميز الاستاذ بهجت الله يعطيه الصحه والعافيه، انه هذا الكاركتر فندق بابل اتذكر لحد الان. اول جملتين عطسه وسحب هواء قال ما اقدر. اضطرينا والله العظيم صورنا كل واحد لقطاته واحد قال ما اقدر. نتمنى باسم يعني قناه الرشيد وباسم حتى اغلب الشعب العراقي يشتاقون للفنان الكبير بهجة الجبوري بهذه الايام المباركه طبعاً. نستذكره ونقول الله يعطيك الصحه طبعاً. والسلامه. آمين. آمين. ومكانك خالي يعني هوايه من الفنانين من فنانيننا الكبار اليوم خارج البلد، نتمنى ان نشوفهم ويانا. شوف استاذ احمد اسف بسم الله، حالات الاستاذ تعبان. تتصور مثل بحلقه مشهد واحد يقدم لنا الشربة انا وست هند
الله ينطيها الصحة والعافية ويبارك بيها، وكل عام وانت بخير ست العزيزة. مشهد واحد يقدم لنا صينية الشربت يزحلق ويوقع بس. لا قال هذا جديد، وانا فعلا يعني اول عمل بطولة هو حالة الاستاذ تعبان. ليش قال انه هذا جديد وشنو يا اخي بطولة؟ ابدا. ومثل عمارة 13 هسه لو تقرا الاسماء اللي بعمارة 13 عمالقة الفن، شرف كبير اني عملت معهم. الله الله، هاي الرواد. اريد اروح لست هناء محمد، يعني من الكوميديا انقلش للدراما، شاركتي باهم عمل يذكر لحد هذه اللحظه، الاماني الضاله. يعني بعد الصدمه الشخصيه المجنونه، كيف قدرتي هيك باتقان وبحرفيه؟ وين اخذوك؟ اخذوك الشماعي حتى تشوفين هذا المشهد؟ بس اخذوني للعلاج، ما اخذوني للعلاج اثناء تصوير المشاهد. احنا ايضا صورنا باستوديو 600 و800 داخل قناة العراقية، والخارجي رحنا صورنا مستشفى ابن رشد اللي هي مالت الامراض العقلية. اي ابن رشد مو اسمها. اي اني احب الشخصية، اني من يعني من يعني انسلخت من جلدي حتى اكون نجوى الانسانة المحبطة، عندها نقص بالحب، عندها نقص بالجمال، الغيورة اللي ما عندها حظ، حظها عاثر لان كون عندها هذه المواصفات اللي هي مو حلوة، معقدة بحيث تلعب طوبة بندى اللي هي بنت خطية زوج امها ست هدي الكامل من وجه لها تحية، مركبة. فانطي كل ما عندي، انطي حتى يعني انا كلش تأذيت ترى بالامان الضالة، عيوني بقت جاحبة ثلاث اشهر اني اعالجها، تطلع نار من عندها، نار من عندها حتى بعد التصوير، ضلوعي راحت كلها صارت زرقاء من الوقعات، لانه احنا التصوير داخل الاستديو هو ديكور، مو 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 درج طبيعي، درج عباره عن خشب بحواف قاسيه. كنت اخيط الفستان على نفسي، اخلي بس العفو للقدمين حتى اتحرك، واصعد وارد اوقع وينفتق الثوب وعيدي، ارجع للغرفه اخيطه علي. معاناة تذكر الثوب اسود وسمائي بالضبط. متاثره اني بهاي الشخصيه. بعدين اعادات مثلا الكاميرا، اعادات الممثل ما تلكأ ما حفظ. اكو ممثلين طبعا توفاهم الله، الله يرحمهم برحمته الواسعه، كانوا قليلين الحفظ، فكنت اعاني ما اريد اجيب اسماء لانه الميت الله يرحمه يعني نقول، بس هم ممثلين رائعين جدا. بعدين اكو مو بس وقعه الدرج، مشهد المشاهد عندما ضربني استاذ جعفر السعدي الله يرحمه، ايديه ثقيله، فقام يبكي قال لي بابا انا اسف. قلت له لا استاذ، اذاني انشقت فطاره التركيه بالاستديو، تركوا اذاني تخر دم راحوا يدورون على الراكور. هذا بمشهد حقيقي؟ اي طبعا مشهد حقيقي. هذا ما شفناه. اي لا موجود. تراكي سوداء اتذكر لي هسه، تك من عندها انشمر اثناء الضربه طار ما ادري وين، تركوني راحوا يدورون على الراكور. يلقوها اكيد زين. فاني احب عملي، احب عملي. يقولوا لي ست لا تروحين زايد، اقول لهم لا، حتى اكون طبيعيه قدام امام الجمهور، لان اني مثلا ريفيه لازم اكون ريفيه، معقده لازم اكون معقده، كوميديا لازم اكون كوميديا بمعنى الكلمه. واني بالاساس امي تقول الله يرحمها تقول هناء الضحك الهوى، بالاساس طبيعتي كوميديه اضحك، بس ما ادري ليش مثلا اكثر المخرجين خلوني باكثر الادوار اللي هي جاده، بس انا مثلت كوميديا الحمد لله، يعني حققت مثلا اهم الاعمال يعني اهم الاعمال حتى بالمسرح. صح. مسرح مثلت كثير كوميديا واخذت جوائز على المسرح بالكوميديا. صح. يعني فحبي من النوع اللي مخلصه بعملي، خلينا نقول باختصار يعني مخلصه بعملي، وهذا سبب النجاح اعتقد. هنا ده تحكي لحضرتك عن حب العمل مو حب الشهره. لا يعني هنا انت جسدتي كل معاني العشق للعمل، يعني فناء، يعني فناء الذات واحتراق الروح من اجل انه توصلين للمرحله الحقيقيه اللي تجسدها الشخصيه. انا قلت قبل شوي استاذ احمد، قلت يعني ما يعطى للفنان العراقي اللي هي على الاجر لا يغني ولا يسمن من جوع. بعدين انا قلت لك العمل هو الاساس، هو الاساس. يعني لو انت مثلا اعطيتني بطوله مسلسل شخصيه ما مثلتها سابقا وبيها شغل ممثله، وجد قلت لك انا فرحانه بهذا الدور واستغليت، قلت لي بس هذا اجرك، معناتها لو اوافق لو 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 انسحب، فاضطر اوافق لانه انا بالتالي الفلوس تروح وتجي،
واحنا نجيب الفلوس، مو هي اللي تجيبنا. هذا العمل راح يبقى الناس تشوفه، ومو كل دور انت ممكن تقبلين به، ومو كل دور ممكن يناسبك، ومو من النوع اللي اي دور. ولهذا انا 4 سنين قاعده من 2019 اشتغلنا اخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم احلام السنين على قناه ام بي سي عراق، والان اشتغلت الحمد لله. اشتغلت يعني 4 سنين 2019 الان اشتغلت. سنه شنو الاعمال نزلت بيها؟ نزلت بمسلسل اسمه المتمرد قناه ام بي سي عراق، طبعا مو بكل الحلقات بس شخصيه مرتبه وايضا مرتبه. أشكرك يعني أشكرك. ونزلت بشخصية مسلسل سموه تاتو على قناة دجلة. قناة دجلة. ليالي دجلة احنا اليوم. ليالي دجلة. أستاذ أحمد، الشهرة كيف تأتي؟ تأتي من إقناع الممثل أو الممثلة للمشاهد. مشاهدنا ذكي جدا جدا جدا، وأظل أقول جدا إلى يوم يبعثون. ما هي المفاهيم فقدناها الآن؟ إي ذكي جدا، يعرف هذا ده يمثل وهذا لا طبيعي. صح. فالأداء وإقناع المشاهد يجيب لك الشهرة. بالضبط. يعني أنت مرات يعني ست هنا يمكن أيضا حضرتك كمقدم برنامج ناجح، والست العزيزة الكريمة مقدمة ناجحة، مو أمامكم بعد شيء، هاي شهادة يعني من قلبي. شهادة فرحنا هاي. الدنيا قامت ما شاء الله خير نزل هسه وياها الشهادة. لا لا أكيد أكيد. الله يسلمك. أكيد حقيقة هاي. انه يا اخي فلان نحسه يمثل، ليش؟ اقول والله يا اخي ما اقدر اجاوبك يعني. اي انا ما اقدر انطق زميلي يعني، زميلي وحبيبي واخوي. فقلت لك هي الشهره تاتي من اقناع المشاهد بهذه الشخصيه او تلك. بالضبط. أنا من يشوفوني بالشارع استاذ احمد السدالي يقولوا لي يا عيني انت عينا بالتلفزيون. نفس الشيء. نفس الشيء صح. واني معروفه برا اكثر ما اعرف بالعراق. انا شفتكم نفسكم ما تغير. اعمال كثير مشتغله للامانه الخليج. انا حلو هسه نروح لهذا الجانب. ضروري نحكي فيه. انا اروي شغله قصيره هيك بغداد جديده، بدي اشتري شغله للبيت. بنكه سقفيه لو وانت تدري فيها حلوه السوالف. اروح سوق هرج اجيب مراوح قديمه اصلحها واشمرها. المهم بغداد الجديده، فولد شاب سلم علي شلونك شلون صحتك هذا ويا والدته، بعدين عرفت انه والدته مره كبيره. التفتت الله لا ينطيك الله لا يوفقك يمه شو القضيه؟ من مشهد. الله لا ليش هيك؟ ليش سويت؟ التمت العالم من نالت وتهز بيه هالشكل. يمه شو القضية؟ قالت له ليش يسوي بناته؟ مسلسل بيت البنات. طلع أب قاسي جدا جدا على بناته. وعلى الفطرة الحجية. وعلى الفطرة، قال يمه تمثيل، يمه والله تمثيل، لا تخلينا سباك الله. فشوف هاي انه يعني وصلت لها موقف محرج، نعم هو كان موقف محرج. لكن يعكس والناس تضحك يعني، لكن هذا من يترجم هذا الموقف انه هاي الشخصية اللي هو دور تراجيدي 100% يعني ما مثلت به يعني مشهد كوميدي ابدا. فوصلت الشخصيه لهي المره الكبيره بالسن بكل الادوار وبكل الشخصيات. انتم محبوبين العراقيين، محبوبين جماهير حبيبي. وفرحانين جدا بوجودكم اليوم، فرحانين جدا أيضاً. والفرحه لا توصف. راح نروح فاصل حبيبي. ونرجع نحكي على المشاركات الخارجيه. مشاهدينا الكرام فاصل وانا واصل، خليكم ويانا.
بعد الفاصل الإعلاني نرجع ويا ضيوفنا اللي نتمنى هالليلة طول ما تكسر مع ألمع نجوم الفن العراقي. يعني أنا أريد أتوجه بسؤال إلى أستاذنا الكبير محمد حسين عبد الرحيم. طبعا هو يمكن قال لأحمد شاورة بس أنا ها ضغلت رأسا أخذته. قال أريدكم تسألوني عن استراحة الظهيرة. الله الله كل الدنيا تريد نسأل عن استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة بالعيد. آسف ست هنا. تفضل. طلبوا مني إدارة التلفزيون قبل يمكن أسبوع من العيد. أريد برنامج 4 حلقات بالعيد. قدمناها أنا والراحلة ست أمل طه رحمة الله عليها و سعد صالح الله يرحمه. الفكرة 4 حلقات فقط. 4 حلقات ليث عبد اللطيف، زهير محمد رشيد اللي هو ابن اختي تدري حضرتك. نعم كان ضيفنا ايضا. ايه حبيبي. فقدمناها الـ4 حلقات، اتصلوا بي بعد ان انتهى العيد قالوا اداره التلفزيون جاها تليفون من الوزاره انه هذا البرنامج يستمر. فاستمر البرنامج. وكان يعني إلى صدى ولحد هاي اللحظة على اليوتيوب. أول برنامج عراقي كنا في البداية 3 ساعات أسبوعيا، جولات بالشوارع بالمحافظات بالدوائر، مشكلة تطرح الجمعة ثاني يوم محلولة. لانه تدري الاعلام يعني رساله عظيمه الاعلام انه تسلط الضوء على سلبيه هو مو يعني انتقاصا بتلك الدائره او هاي الدائره، لا هو هاي سلبيه سلط الضوء عليه حلوها يا اخوان. واستراحه الظهيره اخذنا الجائزه الاولى في مهرجان الخليج العربي بالكويت، اخذ الجائزه الاولى بحلقه مجمعه من عده حلقات، يعني من حلقة 60 أو 30 أو 31 أو 1 جمعنا مشاهد هي معروضة صارت حلقة واحدة. مع هذا أخذنا الجائزة الأولى باستراحة الظهيرة. تستحق. أي وعلى فكرة أستاذ محمد أذكرك قناة اللي حضرتك كنت تشتغل بيها طالبوني أني أبلغ الأستاذ محمد، أستاذ محمد ما أدري إذا بلغوه أنه نعيد استراحة الظهيرة. صح. أنا وأستاذ محمد يمكن أذكر حضرتك أذكر في فترة من صح رادوها اللي سوينا لقاء باربيل الاستاذ ويا الاستاذ احمد. إيه إيه إيه. رادونا كان اكو فكره انه نعيد البرنامج استراحه الظهيره، لكن يعني اوجه التحيه لقناه سامراء اكيد يعني بالعمل الدرامي، يعني خطوه كانت جريئه فكانت اكو بعض المخاوف. نعم نعم كانت عندهم رغبه كبيره بانه يعيدون برنامج استراحه الظهيره. والله يا ريت يا ريت انا عندي هاي الفكره والله يعني فكر بها. لا فاتحوني قالوا استاذ محمد وانت راح تكوني وياه. يا ريت تتذكر استاذ احمد. اتذكر يا ريت والله يا ريت. وبعدين هي يعني ما بها اي احراج، يعني الدوله حلو. الان تقول لك سلط لي الضوء على مشكله نحلها، يعني مو صعبه، يعني انت من تقول فلان شارع ما مبلط يعني تطلع الاليات وصلت ما مبلط. احنا المشكله اختلط الحابل بالنابل بعد، حتى ايه. اللي مثلا يحكي بقضايا بمشاكل يتصور انه هذا النقد البناء والهدام وندخل بهذه التفاصيل. لا يسدوا لك القناه. احنا يعني انا وشت انا وبعض كثير من الممثلين يعني احنا ما عندنا هدف ان نجرح بحكومه ابدا لا لا اطلاقا، يعني يعني اكثر من دوله الرئيس الاستاذ محمد شاع السوداني يقول لك قول لنا سلبيات وين، وحتى الوزراء السابقين يعني رؤساء الوزراء السابقين يقول لك سلط لي الضوء على فلان مشكله نحلها. ليش ما نحلها؟ ما عندنا مشاكل. ها؟ ما عندنا مشاكل. لا لا المشاكل موجودة المشاكل. ماكو اكبر دوله واعظم دوله وعظمها لله بها مشاكل لا تعد ولا تحصى. صحيح. لكن طريقة نروح للمشاركات الخارجية. اي طبعا ست هنا. ها عيني. نريد نحكي عن مشاركاتك الخارجية. نعم. يعني انت يعني يعني بمفهومنا البسيط انت سفيره يعني الفن العراقي بالعمل الخارجي، يعني انجاز التعبير بهذا الموضوع، احكينا عن هذا الموضوع. والله اني محظوظه لانه من السبعينات كنت اشتغل بالكويت مسرح واذاعه وتلفزيون وسينما، لا ما كان عندهم وبالدوبلاج ايضا
وكانت مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك أنتجت كذا سهرة اللي كان العراق من ضمن مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك. فاشتغلت كثير مسرح وتلفزيون وإذاعة ودوبلاج. نافذة على التاريخ. نافذة على التاريخ. تسمع البرنامج. بعد ذاكرة بعدها قوية. نافذة على التاريخ كنت يومية هذا عمل باللغة العربية الفصحى. برنامج يومي وكان. أحمد سالم. أحمد سالم. يقدم البرنامج. أي. وأعمال كثيرة كثير نجوم القمة أيضا اشتغلت الله يرحمه ويا الأستاذ مهند الأنصاري كان أيضا بالكويت اشتغلت بقطر مسلسلات كثيرة بلهجتهم حتى باللهجة القطرية باللهجة الكويتية حتى كانت أعتقد زوجة السفير القطري قالت هذه لو أبوها قطري لو أمها قطرية لأن أجادت اللهجة يعني إتقان يعني اشتغلت أيضا تلفزيون وإذاعة كثير وأخرجت لهم برامج إذاعية يعني أساسا ايضا مخرجه اذاعيه بالاضافه كنت اسوق لهم اعمال انتاجي بس بذاك الزمن انتجت حوالي 1000 ساعه تلفزيونيه كلها سوقت الى دول الخليج بالواقع كان حصار فني وثقافي وليس حصار اقتصادي فقط ذاك الزمن بذيك المرحله فاني اول خلينا نقول يعني اعلاميه كسرت حصار فني وثقافي يعني شلون نقول يعني دخلت بعينهم انه اعمال اذا مجازه ليش ما تشتروها؟ اشتروها فكسرت اول حصار فني وثقافي. وين صار الانقطاع؟ يعني ما استمر الانقطاع صار لا هو الان انا مستمره بين فتره واخرى لقاءات يعني من اسافر مثلا لقطر الامارات يكون يسووا لي لقاءات لا احكي كاعمال اعمال اذاعه اشتغل لهم هوايه اني اشتغل اذاعه مستمر يعني مستمر يعني في من اروح الاسافر دوله خليجيه ويحسون انه فلانه موجوده او هم يتصلون بي من بغداد عندنا مسلسل اذاعي 30 حلقه الان بدا الانفتاح بعد الانقطاع والان مثلا اني اتامل من السعودية الشقيقة أنه يصير تعاون بيننا وبينهم أنا قاعدة أحاول بواقع الحال أنه أروح أفتح جسور التعاون طموحة لا والسعودية يعني إلى نهضة كل شيء يعني أنا منتجة قبل ما يعني بالإضافة إلى كوني ممثلة ومخرجة إذاعية عندي كم هائل من النصوص التلفزيونية اللي هي بعيدة عن الدين والسياسة اللي هي أعمال اجتماعية تقدم المتعة والفائدة للمشاهد مشتري حقوقها من كتاب عراقيين على مستوى يعني فأريد أفتح أبد هذا الجسر جسر التعاون بيننا وبين بالذات السعودية وإن شاء الله فيما بعدها الكويت على أساس أنه نشتغل وننغمس ونتعاون لأنه الفني يوحدنا فني إحنا نختلف كل شيء بس نلتقي بعمل فني نلتقي بإنسانيتنا من خلال عمل فني يقدم المتعة والفائدة مثل ما كنا بالسابق نشتغل فهاني عندي رصيد أكثر من حوالي أكثر من 20 مسلسل خليجي تلفزيون أكثر من 15 عمل إذاعي خليجي؟ نعم الكتاب لا إنتاجهم أنا ممثلة أكون بيه حلو بطلة أكون بطلة من بطلات المسلسل حلو كثير من الأعمال اشتغلت يعني مسرح اشتغلت أفلام فيلم سينما اشتغلت آخر شيء قناة الجزيرة تشيلدرن الأطفال ما شاء الله يعني حصة الأسد أي اشتغلت أيضا باليمن أخرجت لهم أعمال عديدة بالإذاعة وسوقت أعمال تلفزيون وإذاعة يعني منجز كبير يعني حقيقة نعم. نفتخر بك عراقيين اليوم إنه بهذا المنجز نعم. خليجي 25 يعني كنا نتوقع النجاح لكن مو بهذه الصورة المبهرة الحمد لله صورة يعني احنا دائما نشرف الكرة الأرضية نعم والعراق تاج على رأس الكرة الأرضية شاء من شاء وأبى من أبى يعني بحيث انه لحد هاي اللحظة انا يمكن قايل لك انا مدمن اخبار اتابع الاخبار الى هي ما تعزل المحطات الى ان اخفى وانام كلش يعني سمعت الاخبار افتح على الإذاعة فلحد هاي اللحظة في برامجهم يمدحون بخليجي 25 واللي هي بصرة العراق العظيمة هاي اللي هاي يعني مش تتحدث عنها نبقى نتحدث إلى ما بعد يوم القيامة عن كرم أهل البصرة وكرم كل المحافظات بدون استثناء يعني راح وأنا طبعا يعني متألم جدا إنه ما رحت للبصرة لأنه وضع الصحي ما يساعدني بس قلبك هناك لا طبعا ما يعني كلها أنا علما يعني كرة القدم بس المنتخب
يعني لا مع هذا ولا مع لا ريالي ولا برشلوني انا حتى اللي يلعبون بهذا المنتخب العالمي او البرشلوني او الريالي احب اشاهد الاهداف فقط، اما المنتخب العراقي خليه على راسي اينما ذهب، شباب مو شباب، رواد. فضربت مثل البصره بانه نعم. هذا العراق، هذا العراق والنعم بالبصره. البارحه خلينا فقره يعني تحدثنا عن البصره وكرم البصره وطيب اهل البصره، من زاخو ما زود على كل المحافظات من العراقيه زاخو من زاخو للبصره يعني. وللفاء هم هذا الكرم العراقي اكيد يعني اهل البصره يعني خلص المهرجان اقف لهم اجلالا واكبارا تحياتنا كلها للبصره. وعدي اباوع القناه القنوات رجعين تعيدين ايش ليس وانقهرت وقمت ابكي ليش خلصت الدوره اي ايام ايام ما توصل قدموا لي كاس مال خليل 25 يعني من ايام الف ليله وليله شو أي ايام أي الف ليله وليله الجميله هاي اجمل بعد فعلا اي مثل ايام مسرحيه حايتن صيص ذكرت لي موقف صغير صار وياك بهالمسرحيه هاي ضمن الذاكره المثقوبه رجع بالذاكره والله اي ها فديوم استاذ سامي قال يا اخي كافي خروج عن النص كافي يعني شوي يضرب بريك وكان عصبي هو المخرج ومخرج جيد جدا استاذ سامي يعني هاي انا اشهد له كل اللي عمله وياه مخرج عنده رؤيه يجيب لك المستحيل يسوي لك اياه يجيبه امامك عملاق استاذ سامي اي اي وشامل فنان شامل من كل نواحي المهم اريد اليوم عن النص ما بعت على استاذ راسم الله يرحمه على المسطره على المسطره لا التزمنا ست التزمنا ذاك اليوم الجمهور يعني بس هي بس هي شنو هي التزمنا صياحة بالفصل الاول الفصل الاول جينا لقيناه قاعد بغرفه غرفتنا انا استاذ راسم رحمه الله عليه يرحمه با هيك بيده خشبه قلنا انضربنا استاذ راسم الله يرحمه التفت علي قال ها ننهزم قلت خطوب شوف شو مصر شو يدقش ايش يضرب على الميز كان يقول انتصرت علي انتصرت علي كان يتفرم منه قلت ايش فيك؟ قال ارجع كيفكم كيفكم مسرحيه جميله يعني الجمال هو بحضوركم اليوم ويانا سعداء جدا انه اليوم انتم ضيوفنا وحاورناكم وسولفنا وياكم حقيقه السعاده غمرتنا ولا توصف بالتاكيد شكرا جزيلا لكم لان اليوم انتم ويانا شكرا جزيلا لكم شكرا لقناه الرشيد القناه الجميله اللي قدمت الكثير الكثير مما يستفيد منه المشاهد الكريم يعني يوفقكم يا رب آمين. احنا برنامجنا ساعه وساعه المباركه انه شفناكم وجيتوا ويانا وشاركتوا بهذا البرنامج بس لا راح كسر الشر كسر الشر ان شاء الله كسر الشر هو قبط عجاج هذا هويه قويه قبط عجاج مسرحيه يلا نشكركم مشاهدينا الكرام الهواء الطقس كلش حلو لا لا ان شاء الله بسيطه بسيطه خفيفات خفيفات ان شاء الله مو علي يلا تعالوا على خير سلامه شكرا